حالك يا سعيد؟ سائر تسوي رياضة؟ ليش ما تودي ولدك وياك؟ وانت تعرف يا سعيد مشكلة بدانة الأطفال عندنا؟ يعني حوالي 22% من الأطفال وزنهم زايد و14% يعانون من السمنة. لكن دير بالك، الطفل عنده حاجات غذائية إضافية أثناء ممارسة الرياضة، ولأنه بحاجة لطاقة إضافية لازم النشويات تشكل حوالي 50% من وجبته الغذائية، وطبعاً هو بحاجة لبروتين لبناء عضلاته. وبعملية حسابية الطفل بحاجة بين جرام إلى 1.2 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزنه، يعني بين 10 و 12% من غذائه. والطفل الرياضي بحاجة لكمية معتدلة من الدهون، يعني بين 25 و 30% من الوجبة، خاصة من مصادر نباتية. وانتبه يا سعيد أن ولدك يتناول الطعام قبل ساعتين إلى 3 ساعات من ممارسة الرياضة. كمثال على كلامي، كوب من الحليب المدعم مع موزة هو وجبة مثالية قبل التمرين، لأنها توفر الطاقة، العناصر الغذائية والسوائل. تغذية سليمة ونشاط رياضي هم أساس صحة أطفالنا. عساكم دوم صحة وسعادة.